سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مشاهدينا الكرام، هذا اللقاء خاص مع الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذي تم توقيفه في مطار برج العرب بالإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي. هذه الواقعة اعتبرها المتحدث الإعلامي باسم حزب النور رسالة مواجهة مما أسماه نظام الإخوان إلى الدعوة السلفية بسبب مواقفها المعارضة. أما المتحدث الإعلامي باسم الإخوان فرأى أن الواقعة مجرد خطأ غير مقصود الذي لا ينكره أحد، أن هذه الأزمة أضافت مزيدا من التوتر إلى العلاقة المتوترة من الأساس بين الإخوان والدعوة السلفية بسبب الهجوم العنيف الذي يشنه حزب النور باستمرار ضد جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة والاختلافات فيما بينهما، وبسبب التنسيق في المواقف بين حزب النور وجبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس بحسب رأي جماعة الإخوان. هذه القضايا وغيرها نطرحها على ضيفنا في هذه الفقرة. دكتور ياسر، أهلا بكم. اهلا ومرحبا. الله يكرمك، بس انا معترض على حته ان حزب النور بيشن هجوما شديدا على يا دكتور، يعني هذا ما نحاول ان نبحث عنه خلال هذه الحلقه. بدايه نبدا من برج العرب حيث تم توقيفكم، ماذا حدث وبرايك لماذا حدث ما حدث؟ اللي حصل ان انا بعد ما انهيت اجراءات الدخول وختمت الجواز ونزلت، المفروض ان انا انصرف مباشره لان ما كانش معايا شنط، فلقيت في الصاله من بينده على اسمي، يا دكتور ياسر دكتور ياسر، فقال هات الجواز. قلت له ليه هات الجواز؟ انا خلصت الاجراءات، انا ختمت خلاص. اي لا لازم هات الجواز. قلت له لا، فاخذ الجواز من ايدي وقال لي دقيقتين اتنين. قلت له لا، انا مش هستنى دقيقتين، انا عايز اعرف لماذا هذا الاجراء. قال لي ده حاجه بسيطه مش عارف ايه. فقلت له انا عارف ان انت بتنفذ تعليمات، ولكن انا عايز اعرف لماذا يتم هذا الاجراء الاستثنائي ضدي. طلعنا عند ضابط الجوازات اللي هو ختم لي، فانا دخلت، يعني كنا داخلين من ورا، فلقيت اطلع على الكمبيوتر ادراج اسمي كاملا، مش خطا ولا حاجه، اسمي ياسر حسين محمود برهامي حشيش، ورقم الجواز هو اللي طلع بيه ومدرج، بس جهه الادراج غير ما باينه في الشاشه، وموجود ترقب سفر وترقب وصول. فكلمتهم انا وبقول لهم انا عارف ان انتم موظفين لا دخل لكم، بس اخبروني بطريقه رسميه مين اللي ادرجني حتى استطيع ان اقاضي، انا ازاي ادرج على ترقب السفر والوصول. وبعدين قالوا دي مش اول مره، ده انت المره اللي فاتت. قلت لهم والله انا اول مره يحصل معايا. قالوا لي والله احنا عاملين لك الكارته بتاعه المره اللي فاتت. قلت لهم انا ما حصلش، ان انا مشيت من دخلت من مطار القاهره المره اللي فاتت، وبرضه مشيت على طول لان ما كانش معايا شنط على السير. فقعدت اتكلم مع الضابط، مع قصدي مع احد افراد الامن، غالبا هو امين الشرطه، فقال لي ده يعني، قلت له انت اتخذت هذا الاجراء مع جميع المواطنين اللي واقفين في الصف؟ انا مواطن مصري. مين اللي اتخذ الاجراء؟ لماذا تتخذ؟ قال لي انا ما اقول لك، انا طلع اجراء ما اتخذتوش الا اللي طلع لي اسمه في الكمبيوتر. فده اللي حصل بالظبط كده. قعدنا نتكلم ربع ساعه بقى في هذه القضيه، وندخل في الحق الدستوري. طب دكتور، هل هذه هي المرة الأولى التي يتم توقيفكم في المطار؟ يعني لم يحدث في ظل النظام السابق؟ بعد الثورة لأن أنا كنت مدرج منع، زي البعض يقول لك دي حاجات أوراق قديمة. لا، أنا كنت مدرج 20 سنة ممنوع من السفر، وكنت ما سافرش كل مرة إلا بإذن من جهاز أمن الدولة بورقة بتصريح. وبالتالي ما كنت وأنا راجع ما كانش بيستوقفوني لأن أنا مسافر، وهم عارفين أنا مسافر فين تفصيلا. بعد ما الثورة قامت في عهد اللواء منصور العسوي ربنا يمسيه بالخير، كلمته مباشرة، وهو اللي فضل يتابع بنفسه لغاية ما ألغي هذا الحظر المنع. وسافرت 15 مرة على الأقل بعد هذا التاريخ، مرات عديدة بدون استيقاف. فدي اول مره يتم ايقافي فعلا. طيب، وندها على اسمي. طيب دكتور، يعني المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان وايضا احد نواب الاخوان كان هنا معي منذ قليل، الدكتور فريد اسماعيل، يعني قال ان يعني انهما تعرض لهذا التوقيف ايضا بعد الثوره في ظل حكم الرئيس مرسي، وربما هذا ليس مقصودا به الدكتور ياسر برهامي او احد من الدعوه السلفيه.
لا معلش هذا الكلام غير صحيح، لان انا اتشلت من القوائم واتحطت الكلام ده من السفريه اللي قبل اللي فاتت، او السفريه دي اذا انا وضعت جديدا. من الذي وضع؟ انا بطلب حاجه عاديه بس بقول لهم مين اللي وضع، لان وزاره الداخليه بتقول مش احنا والله العظيم. يعني ده انا دلوقتي بقول وزير الداخليه يرأسه اثنين، رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه. اذا كان وزير الداخليه ليس هو الذي وضع، اجهزه المخابرات ليست ترأس وزير الداخليه، معلش اقصاها ان هو وزير زيه رئيس جهاز المخابرات. فمن الذي وضع اذا؟ انا عايز اعرف مين اللي وضع عشان اقضيه. انا اتحط اسم جديد مش انه اجراء غير مقصود، لا ده كلام. اذا كانوا هم ما سافروش قبل كده وكانوا موجودين على الاجهزه قبل ذلك من جهاز امن الدوله السابق، انا مش كده، لان انا كنت مدرج حاجه ثانيه، كنت مدرج منع وبعدين اتشال وسافرت 15 مره والجواز بتاعي. فهم كانوا عايزين المقصود ان الجواز بتاعي يقعد في ايديهم 10 دقائق يصوروا التاشيرات يصوروا الاختام، عشان بعضهم كان بيتهم بان انا في الزيارات البينيه. انت كنت قادما من العمره، كنت قادما من العمره الامارات، ها؟ طب لماذا برايك يا دكتور يعني، او دعني اسالك مباشره يعني، هل سافرت الى دبي وحضرت اجتماعا هناك؟ ما هو الجواز خدوه وشافوا اللي فيه خلاص، ما هو عرفوا ان انا ما سافرتش ولا مره دبي، لان هم صوروا الجواز في الفتره العشر دقايق اللي قعدنا نتخانق فيها دي، اكيد صوروا الجواز او فروه او عرفهم، فخلاص يعني الموضوع لا يحتمل ان يكذب مره ثانيه. لان انا لما اقول انا لو هسافر دبي هقول سافرت دبي، لو هسافر امريكا هقول سافرت امريكا، انا بسافر في كل حته وبقول للناس انا مسافر الحته الفلانيه، انا ما بكذبش. يعني هو هذا قيل يا دكتور في مثل هذا هو اللي وبعدين انا بسال سؤالتي، ايه دخل المتحدث بجماعه الاخوان، ايه دخله بالموضوع؟ هل حد قال لهم انتوا اللي عملتوا الموضوع ولا الكلام ده وزاره الداخليه؟ انا قدمت بلاغ ضد وزاره الداخليه للنائب العام، وزاره الداخليه هي المسؤوله. هم مش هم اللي عملوا، طب اخبرونا مين اللي عمل بس. يعني يا دكتور ربما قيل مساله دبي، وانا سالتك عن مساله دبي وهل سافرت الى دبي وهل حضرت اجتماعا، لان هناك خلفيه ايضا يعني ايد بها من قال ذلك كلامه بلقائكم الشهير بالفريق احمد شفيق ليله الانتخابات. طب انا قابلته في بيته، لا قابلته في مصر، انا لم اقابل الفريق احمد شفيق من يوم ما قابلته في بيته مرة ثانية، ولا سافرت الإمارات قط إلى هذه الساعة. فأنا ما سافرتش الإمارات أصلا، ولا رحت دبي ولا رحت حتة تانية. وكان المفروض أنه هو يعني اللي عايز يستوثق يجي يسألني مباشرة، أي واحد سواء وزير الداخلية رئيس الوزراء رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات، أي حد يسألني هيعرف مني. أنا ولذلك يا دكتور نحن نسألك أسئلة مباشرة وواضحة. يعني الجولات الأخيرة لحزب النور في عدد من الدول يعني بعد فرنسا، وكنتم قد أعلنتم عن زيارة للولايات المتحدة، هل هذه الزيارات بغرض أنكم تقدمون نفسكم بديلا عن الإخوان المسلمين؟ ليه هو إذن لماذا هذه الجولات؟ بتحدد ولا أوروبا بتحدد من الذي يتولى قيادة الشعب المصري عشان نروح نقدم نفسنا كبديل؟ لا، الجولات دي عادية بدعوات مرسلة. انا بالنسبه لي انا زيارة امريكا اللي لسه ما خدتش تاشيره الى الان، السفاره لسه ممتنعه من اعطاء التاشيره الى الان، ولكن لم ترد بالرفض برضو، كانت دعوه من مركزين اسلاميين. بالنسبه لزياره الحزب لاوروبا كان معاهم حزب الحريه والعداله، وكان معاهم عده احزاب مصريه اخرى بدعوه من البرلمان الاوروبي، فده عادي جدا. كل منهم بيعرض برنامجه، بيناقش في القضايا المطروحه على الساحه المصريه والعربيه والمنطقه كلها، وزي اي حد يمارس عمل حزبي سياسي من حق الحزب ان هو يعرض يعني فكرته برنامجه تصوره عن الواقع تصوره عن حل المشاكل. لكن الا تعتقد يا دكتور يعني ان الداخل المصري ربما هو بحاجه الى معرفه رؤيتكم اكثر بدلا من مجرد التصريحات هنا او هنا المتضاده التي تحدث يعني احيانا جدلا، بدلا من عرض وجهه نظركم على الخارج؟ لا، ده جزء وجزء بيتم في الداخل مرات عديده. احنا بحمد الله تبارك وتعالى اكثر يعني الاتجاهات عرضا لافكارها على الساحه المصريه، والناس بحمد الله عارفيننا كويس جدا وبيقدرونا كويس جدا في الداخل، وتواجد الحزب وتواجد الدعوه على الارض وفي وسائل الاعلام وفي الاختلاط مع الناس
معرف الناس وجهه نظرنا في حاجات كتير جدا، مش ان احنا بنروح نعرضها بره. طب دكتور هل من باب عرض يعني من طرق عرض وجهه نظركم في الداخل كان ظهوركم الذي اثار جدلا كبيرا مع الممثل هاني رمزي وهو ممثل كوميدي كما تعرفون؟ اقول لحضرتك انا بالنسبه لظهوري مع المذيع هاني رمزي كان لغرض ارسال رساله طمأنه، لان الناس بيقولوا في صوره سلبيه جدا ومنقوله ينقلها البعض عن السلفيين تجاه كثير جدا من الطبقات من ضمنهم الاقباط، فكان المطلوب توصيل رساله عن ان احنا رغم اختلافنا في العقيده ولن نفرط في عقيدتنا، نستطيع التعامل ب يعني سلام وسماحه وتعايش سلمي كما تعايشنا 14 قرنا. احنا تصورنا ايه ده لجمهور عريض يعني يعرضه يعني يشاهد هاني رمزي، وبالاضافه الى قضيه اختلافنا في الدين، فهو مختلف معنا في الدين، يعني كانت هي رساله سلام وموده ومحبه فقط، ولا بيحضر دروس ولا بيقرا كتب، لا رساله سلام ويعني امكانيه تعاون واخبار حضرتك واثبات الاختلاف في الدين، لكنه لا يؤدي الى الاعتداء، لا يؤدي. طب وهل ضايقكم يا دكتور ما قيل من داخل التيار السلفي وايضا من داخل الدعوه السلفيه نفسها عن انتقادات لهذا الظهور؟ وماله، من حق شبابنا انه ينتقد، ومن حق ابنائنا انهم يقولوا رايهم، ومن حقي كمان ان انا اناقشهم، ومن حقهم يسمعوا وجهه نظري واسمع وجهه نظرهم، واحنا عندنا الامر ده. ليه ضايقني ان انا حد يختلف معايا؟ ما عادي ان حد يختلف معايا، وجهه نظره انه ما ينفعش، وجهه نظره ان ده ما يصحش، وانا وجهه نظري ان انا بوصل رساله الى قطاع لا يسمعني، ازعل لي انا ازعل من اللي هو يكذب يخون، من اللي هو يعني ما يقبلش الاجتهاد في وجهات النظر، لكن انا بقول لهم. طب يا دكتور يعني بعضهم يعني وجه انتقاده او ربما صغه بطريقه يعني انت تظهر السلام والمحبه او الود مع الجانب مع هذا الجانب في الوقت. لا انا قلت حضرتك اظهر السلام، لا انا اظهر السلام عشان المحبه دي عندي قضيه ان الحب في ان الحب في الله والبغض في الله وفقر الايمان، لكن انا بقول اظهر السلام، اظهر التعاون في مصلحه البلد. خلاص دعنا من المحبه، يعني انت تظهر الود او السلام مع جانب يعني يمثله هاني رمزي الفنان هاني رمزي او حتى اي فصيل سياسي في الوقت الذي تظهر فيه القطيعة مع الإخوان، هذا قيل من داخل الدعوة السلفية. لا أنا لا أقاطع الإخوان، لأن في تواصل بين الحزب وبين الحزب، وإحنا كان بيننا تواصل قوي، اللي عايز يعني يراجع التاريخ كويس يعرف ماذا صنعت الدعوة السلفية وحزب النور. تقصد الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة، ماذا صنعنا في أمر الدستور؟ في الجولة الثانية طبعا، ما هو ده الجولة الحاسمة، ماذا صنعنا في الدستور؟ الأمر ده، لكن احنا يعني بالتأكيد ان في اختلاف سياسي في وجهات النظر، ايه المشكلة ان يحصل اختلاف؟ عادي جدا انه يحصل اختلاف. دكتور اساس ما اساس المشكلة مع جماعة الإخوان والعهود التي كانت؟ يعني اساس الاختلاف الأمر ده هو قضية الوفاء بما تم الاتفاق عليه قبل دعم الدكتور مرسي، قضية وجود شراكة حقيقية في ما يخص أمور البلد، وكذلك في ما يتعلق بكيفية إدارة البلاد من خلال تكوين حكومة ائتلافية. بالتأكيد كان تم الاتفاق على عدم التعرض او محاوله هدم الكيانات الاسلاميه، وعلى يعني ضروره يعني الـ الـ الوئام مع كل الطوائف الموجوده، لان احنا لسنا في مرحله يعني صدام مع كل ابناء المجتمع. الكلام ده ما تمش، وكان قضيه الشريعه في الدستور كانت من اهم القضايا التي تم الاتفاق عليها، عدم الوفاء بهذه البنود. طب ما هذه البنود يا دكتور يعني ايضا كانت هناك ردود عليه، حتى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور لما تقدم وقال انه لديه ملف به الاف الاسماء من الاخوان، قيل لم يكن بها الا 190 اسما. لا ما قالش الاف الاسماء برضو، لا لماذا تصرون؟ معلش
لا انتظر، لماذا تصرون على تقرير نفس الخطأ الذي تم نفيه؟ ولذلك يعني واجه حضرتك بوجهة النظر المخالفة. ها؟ ايوه بس بقول لحضرتك الدكتور يونس مخلون ما قالش الاف. اولا هو ممكن يكون في الاف موجوده حاليا، لكن الدكتور يونس قال 13 محافظه، بيضرب امثله على ان احنا عايزين ان يكون في توازن في هذا الباب، ان ما ان في فرق بين ان هو الحزب الذي حصل على اغلبيه يكون بيده المناصب السياسيه غير المناصب الاداريه، المناصب الاداريه دي حسب الكفاءه، فده اللي كان مقصود في الكلام. طب دكتور هل المشكله بدات ب انا الاخوان في رايكم جداً استحوذوا على عدد كبير مثلا من الوزارات او القيادات او الادارات ولم يدخلوا فيها حزب النور، فحزب النور يعني غاضب من هذه المساله؟ القضيه في قضيه هل توجد شراكه؟ لا اقول لحضرتك انا قضيه في شراكه حقيقيه، في شورى حقيقيه، في تشاور في اتخاذ القرارات ولا لا؟ بس فالموضوع ده على اي الاحوال احنا بعد كده بقينا نتخذ مواقفنا دون يعني طالما ان ما فيش تشاور على حسب ما ندرس اي موقف من القضايا، زي اللي حصل قانون الانتخابات حصلت فيه مشاكل، قانون السكوك حصلت فيه مشاكل، عرض القوانين على هيئه كبار العلماء حصلت فيه مشاكل، كل الامور حصلت فيها مشاكل نتيجه اختلاف وجهات النظر، ولان ما فيش تنسيق اصلا ولا تشاور قبل عرض القوانين. قانون الدعاء اللي ما قدرش نظام مبارك ان هو يسنه ويعرض مره واثنين من اجل اصدار قانون الدعاء الذي يمنع ان الدعاء، وده موجه بالتاكيد للقطاع السلفي لان هو اللي يمنع الدعاء. يا دكتور يعني لماذا هو موجه ضد التيار السلفي والتيار السلفي في القاهره حتى عندكم في اسكندريه في محافظات كثيره الشيوخ على المنابر كما هم بل زادوا وهناك وجود اكبر؟ لا انا بتكلم ان القانون لم يقر، الحمد لله القانون لم يقر وان شاء الله لن يقر لان هو مخالف للدستور. فانا بتكلم ان ليه واحد بيحاول يعمل كده؟ بس ليه واحد بيحاول يقول ما حدش يطلع على منبر الا معاه شهاده ازهريه، وهو اصلا الحاصلين على الشهادات الازهريه يكفوا عدد المنابر اللي موجوده عندنا؟ ومين اللي هو يدي حق نقابه الدعاء المقترح انشائها والمزمع انشائها حق مساءله الخطباء وايقافهم ومجازتهم، وان اللي يطلع من على المنبر او يدي درس من غير ما يكون عضو في النقابه يتسجن ويتحبس؟ دكتور يعني كلام يعني انا الح في هذه الاسئله في مساله الخلاف بينكم وبين الاخوان، لان الشارع راى المساله او كثير من الناس في مصر رات المساله انها صراع على الحقائب الوزاريه، صراع على الكراسي، صراع على المناصب من اناس لا يليق بهم ذلك. لا والله احنا حقيقة لا والله احنا لا نرغب في المشاركة بهذه الطريقة، لكن احنا كنا راغبين في ان يكون هناك ما امر الله عز وجل به وامرهم شورى بينهم، واحنا كيان موجود فلا بد من ان يكون، والكيان ده هو الذي يعني ساهم الى يعني في وصول الدكتور مرسي الى هذا المكان، وبالتالي تشكيل يعني الحكومة، وبالتالي كل المعطيات الاخرى بعد ذلك. فامرهم شورى بينهم دي احنا كنا يعني راغبين فيها لان لنا تصور معين في طريقه الاداره، ولسنا راغبين في ان حقائب معينه ناخدها ولا نحو ذلك. اذا كان في حاجه فلاجل ان نمنع اضطهاد السلفيين. يعني يا دكتور المساله ليست خلافا شخصيا بينكم وبين عدد من رموز الدعوه السلفيه وبين الاخوان حتى من قبل الثوره؟ عيب قوي يتقال فيه كده بعد ما كانت مواقفنا في منتهى الوضوح في ده. لو كانت خلاف شخصي ما كناش أيدنا الدكتور مرسي، ما كناش وقفنا في كثير من القوانين، وما زلنا نقف اي حاجه فيها مصلحه للبلاد. احنا بنقف مع حزب الحريه والعداله ومع جماعه الاخوان مع الرئاسه، واحنا لا يا دكتور هذا جاء على لسانكم، يعني انت تحدثت عن مشكله انهم حملوك من المسجد والقوك من يعني انا اسف التعبير، هذا كلامك يعني؟ دي حاجة طبعا دي حاجة طبعا حصل هذا الكلام، وده بيخوفنا. لا المواقف الأخيرة دي بتخوفنا من إعادة تكرار هذه المأساة، عشان كده كان رد الفعل رغم إنه ربع ساعة يقول لك إيه يعني ربع ساعة؟ لا ربع ساعة النهاردة تبقى بكرة ساعتين، تبقى بكرة بعد كده طرد وإبعاد. فعشان كده بنقف هذه الوقفة ونطلب هذا الطلب. أنا مش بعمل الكلام ده عشان لوحدي
ولا عشان دعوة سلفية لوحدها، بعملها عشان كل مواطن مصري من حقه ان ما حدش يدرك اسمه سرا بدون طلب من النيابة، لكن بدون امر من النيابة. لا، هذا الفيديو الذي اتحدث عنه قبل ذلك ومن حقه انه يعرف السبب بكثير. الفيديو ده قديم حضرتك، الفيديو ده قديم. هي المشاكل المثاره بس يا دكتور، يعني لا تحتاج الى احد يثير مشاكل وشبهات، ولكن الحقيقه. طيب يا دكتور، ما انا عارف طبعا، بس بتزداد، يعني بتزداد، ولكن احنا بنحاول ان احنا بنقول ان هذه الصور يا دكتور نحن نحاول ان نبحث عن اسباب قديم الخلاف. يعني انت لما تحدثت عن هذا الفيديو الشهير، هو الفيديو ده اللي اتحدثت عنه، ده ما اعقبوش كلام الدكتور محمد عبد المقصود ان هذا صار عقيده لديكم، هي كره الاخوان صار عقيده لديكم، هذا قيل ايضا. والله ده امر، لو كان كده ما كناش قلنا الدكتور مرسي، لان احنا عقيدتنا زي ما قلت لك دلوقتي حالا الحب في الله والبغض في الله وثقور الايمان، وتحفظت على لفظ المحبه والموده عشان كده. ولذلك انا ما بقولش كره الاخوان، ده كلام لا يصح، لان احنا عندنا قاعده. انا بقول لحضرتك هو ان انا احب فيهم الاسلام وابغض المعاصي والمخالفات للشرع التي تقع. اي مسلم بعمله بهذه الطريقه، والمسلم اللي ما اعرفش عنه معاصي احبه من كل وجه. فهذه المساله دي مساله قضيه اعتقاديه، مساله ما ينفعش حد يقول لي انت دكتور الان كدا. يعني النقطه الثانيه في خلافكم مع الاخوان بدت مؤخرا مساله السماح للسياح الايرانيين. يعني لماذا نرفض السياحه الايرانيه وفي الوقت لا احنا ده قضيه التقارب السياحة. لو عايز تقول حضرتك بقى قضيه التقارب المصري الايراني والتطبيع المصري الايراني الذي بدأ بجانب ثقافي بشري نخاف منه بلا شك ونحذر منه ونرفضه فعلا، لأن وجود الشيعة في مصر بدأ مع الحرب العراقية الكويتية اللي هي حرب تحرير الكويت ونزوح العراقيين، وبدأوا ينشروا التشيع، وكان في قبل كده آحاد من أيام الثورة الخمينية في البدايات، لكن إن يجي 5 مليون سائح بالتأكيد إن هم بيعملوا اختراق يعني للمجتمع واختلاط مع افراده، اللي عدد كبير جدا منهم ما عندهمش فكره عن الفرق بين السنه والشيعه، خصوصا من يتبنون ذلك اعتقادا لهم من الجماعات الاسلاميه اللي بيقولوا الاتجاهات الاسلاميه اللي بتقول نبينا واحد وقبلتنا واحده وكتابنا واحد، ويسكتهم عن قضيه سب الصحابه وسب امهات المؤمنين والطعن في القران العظيم، وبالتالي فالشعب المصري يقول ايه يعني مشكله في السنه والشيعه؟ مفيش فرق بيننا، مذهب خامس، ويبدا الامر ينتشر، لان ده مخطط لاحداث ابتسام داخل دكتور الشعب. اذا لماذا يعني البعض ظل يتهم او يقول ان الدعوه السلفيه بهذا الموقف هي تنفذ اجنده اقليميه، يعني هي تدخل في معركه ليست معركتها، في حين أن تلك الدول الإقليمية هي تفتح الباب أساسا للإيرانيين؟ والله حضرتك إحنا دي قضيتنا قضية منهج، مش قضية سياسية زي ما الناس فاكرة. أنا بقول لهم رجعوا مواقفنا من قضية الشيعة مباشرة بعد ما حصل سب السيدة عائشة، وشوفوا كلام المشايخ في الرد على هذه قبل الثورة، شوفوا مواقفنا من الثورة الإيرانية يوم ما بدأت. احنا كنا بندور على حاجة اقليمية، احنا ولكن بنقول ان المجتمعات السنية احنا حريصين على بقائها متوازنة ومتماسكة وغير منقسمة، وان الشيعة مطرح ما ينزلوا في بلد تحصل انقسامات ويبدأ حمل السلاح زي ما حصل في اليمن وبمطالبات في السعودية، وكذلك خلل في العلاقة معهم في الكويت وفي الإمارات، وبالتالي فانا بقول انا شايف مخطط هذه الدول التي ذكرت يا دكتور، يعني أنا فيها وجود في واحد معاه كبريت وفيها علاقات تجاريه وسياحيه لان فيها مواطنين شيعه اصلا، لان فيها اقليه شيعيه. طيب. لكن احنا ما عندناش اقليه شيعيه، احنا عندنا محاوله للاختراق، وبالتالي انا بشوف ان الكلام ده انا شفت شايفين في دول كتيره، في السودان، في دول افريقيا، في السنغال، في نيجيريا، ده في خطر ضخم جدا. ايران بتنفق مليارات، الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله هو اللي بيقول على لسانه ان تنفق مليارات من اجل نشر التشيع،
انتوا هل هناك بذكر يعني غفله الشيعة ايضا هناك فرقه لماذا ننكر هذه الحقائق موجوده الان هي الخوارج يعني يقولون ان بعض الجماعات التي تمارس العنف على سبيل المثال في سيناء هي من الخوارج يعني وانا في حاضره الدكتور ياسر برهامي لا يفوتني ان اساله عن ذلك المساله الفقهيه بالتاكيد ان في جماعات تكفير موجوده في سيناء فعلا وهي التي مارست عدة يعني أحداث قبل ذلك وده بالتأكيد محتاج حوار معاهم وإقناع فكري منهجي لرجوعهم لأن هم الفكر ده ناشئ بأسباب يعني محلية في الحقيقة في أسباب فكرية وفي أسباب أمنية أدت إلى ظهوره في وقت من الأوقات فأنا محتاج الوضع في سيناء محتاج حاجات كتيرة جدا لكن الجماعات دي محتاجة حوار دكتور التاريخ الإسلامي هل يقول إنه إن الحوار كان مجديا مع هذه الفرق أم كان الحل هو السيف في كثير من الأوقات يعني كما يقول التاريخ على الأقل حجم حجمها على الأقل حجم حجمها كتير يعني لما ابن عباس رضي الله عنه نظر الخوارج رجع 4000 واحد من 8000 نصهم رجع ده حاجة عظيمة جدا ان لو نص الشباب دول نقدر القلة التي تحتاج الى المعاملة بطرق اخرى هتقل تبقى قليلة وبعدين اصل في حاجات تانية المفروض تتعمل تنمية شغل للناس وقضاء مصالح هيحجم كتير جدا من يأس الشباب الذي يندفع الى تكفير المجتمع بالاضافة الى يعني مراجعة للسلوكيات الأمنية التي سبقت والتي بعضها ما زال موجودا ربما هو الذي أدى إلى الأحداث الأخيرة السلوكيات الأمنية دي لازم تتغير لو السلوكيات الأمنية تغيرت هيقل كتير يبقى الحجم اللي هيستنى طب دكتور يعني الجماعات التكفيرية التي أرسل أكثر من فتوى يتساءل يعني هل يجوز أن يذهب أن تذهب مجموعة ما إلى سيناء لمهاجمة إسرائيل انطلاقا من سيناء دون إذن ولي الأمر لا القضية دي أصلا بلا شك طالما مصر توقعت اتفاقية ويعني حكومتها بتعلن التزامها بهذه الاتفاقية يبقى ما يصحش أن حد يعتدي طيب. من انطلاقا أذهاب للجهاد في سوريا يعني دون إذن ولي الأمر هل يجوز إن أيضا عندنا رفاق بالعقود لا القضية دي أساسا دي إغاثة الناس اللي هناك يعني مش إذن ولي الأمر إن هو يمنع الناس من إغاثة إخوانهم ليس يعني لأحد أن يمنع من إغاثة المسلمين الذين يتعرضون لإبادة بكل طريق يعني العمل الإغاثي ده ليس من حق ليس تقديم دولة المعونات ولا أتحدث عن الجهاد يعني غيرها القتال تحديد. أن يمنع أنا بقول إغاثة الشعب دكتور أنا السوري. أعتذر جدا لضيق الوقت يعني كنا نحاول أن نحضر لهذا اللقاء أن يكون أطول من ذلك أشكرك شكرا جزيلا وأشكر أيضا لك سعة صدرك وصبرك على هذه الأسئلة المعارضة كانت دائما لك هذا هو ما تعلمناه في الإعلام أن نقدم وجهة النظر المخالفة والمعارضة أيا كانت هذه الوجهة وإياكم. شكرا جزيلا للدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية مشاهدينا الكرام بعد دقيقتين من الآن وحينما ينتصف ليل القاهرة تأتيكم سوزان الجذامي بعرض الأهم وآخر الأخبار.